السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع تعليق على جزء تبارك، وسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا إكمال هذا الجزء، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى في دورات قادمة نأتي إلى الأجزاء الباقية من كتاب الله تبارك وتعالى، سأل الله أن يتمم لنا ولكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 23 من شهر ربيع الآخر لسنة 44 و400 ألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من شهر نوفمبر لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى عليه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات وأن يجعل معنا خالصة لوجهه الكريم جل وعلا. وأذكركم وأذكر نفسي، طالما أننا نتكلم في التفسير، وكان أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فنحن الآن في هذه الجلسة، في هذه الدقائق التي نقضيها مع كتاب الله تبارك وتعالى، نتعلم آيتين وثلاث وأربع وعشر، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا يحرمنا وإياكم الأجر، اللهم آمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. هذه السورة، سورة القيامة، سورة مكية كأخواتها في هذا الجزء المبارك. وقوله لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا للتأكيد، والمعنى أقسم بيوم القيامة كقول الله تبارك وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي ليعلم أهل الكتاب. وقول الله تبارك وتعالى: يقسم بما شاء من مخلوقاته، وكل ما أقسم به جل وعلا من مخلوقاته فهو تعظيم له، الله يعظم هذا الشيء ولذلك يقسم به سبحانه وتعالى. وقوله لا أقسم بيوم القيامة، يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يقوم فيه الناس لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولذلك سمي هذا اليوم بيوم القيامة. وكذا قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللام كذلك هنا، أو اللام ألف كذلك هنا، زائدة للتأكيد، جاءت للتأكيد، أي أن الله تبارك يقسم بالنفس اللوامة. والنفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة. والنفس اللوامة قسمان، والنفس اللوامة قسمان: لوامة على الخير، ولوامة على الشر.
فهناك نفس اللوامة تلومك إذا أخطأت، تلومك إذا قصرت، وهذه نفس فيها خير عظيم، تنبه الإنسان إلى أخطائه، وهو ما يسمى بالضمير، تأنيب الضمير. وهناك نفس لوامة على الخير، طالحة سيئة قريبة من النفس الآمرة بالسوء، تلومك إذا فعلت الخير، إذا تصدقت ليش تصدقت، شين خليت أنت أحوج بهالمال، إذا صليت في المسجد ليش صليت في المسجد، صليت. إذا تركت الشر لماذا تركته، ما يتعوض، كانت فرصة ومن يدري عنك. لوامة على الخير أو لوامة على الشر، يعني إذا تستطيع أن تقول أن النفوس أربعة: نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، هذه نفوس الصالحين الأتقياء. ونفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وقال كثير من أهل العلم هذا هو الأصل في النفس، أنها أمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. ثم النفس اللوامة، وهي بينهما، وهي إما أن تكون إلى الصلاح أقرب فتلوم على الشر وتلوم على ترك الخير، وإما أن تكون إلى الطلاح أقرب وإلى الفساد فتلومك على فعل الخير وعلى ترك الشر. الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر كثير من أنه يريد النفس اللوامة على الشر، تلومك على الشر، لماذا تفعل الشر، يعني التي هي أقرب إلى الصلاح، التي هي أقرب إلى الصلاح، ولذلك أقسم بها سبحانه وتعالى. والمقسم عليه والمقسم به هو واحد، كما قال: والنازعات غرقا، أي أقسم بالنازعات وأنها تنزع، أقسم بيوم القيامة وأن يوم القيامة واقع، فهو يقسم بالشيء عليه نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أيظن، يحسب أي يظن أننا عاجزون عن بعثه بعد موته كما خلقناه أول مرة. وهذا الاستفهام استنكاري، يعني كيف نعجز، الذي خلقه أول مرة قادر على أن يبعثه مرة ثانية. وإذا أطلق لفظ الإنسان في القرآن الكريم فغالبا للذم كما قلنا قبل ذلك، إذا أطلق لفظ الإنسان فغالبا يأتي للذم، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله تبارك وتعالى قد مر بنا: قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى لعن، ما أكفره، هذا الأصل أو هذا الغالب في الإنسان، إذا أطلق يراد به الإنسان الكافر. وفي قول الله تبارك: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسيأتينا كثيرا ذكر الإنسان في هذه السورة، وغالبا أيضا في هذه السورة يراد به الذم، فإذا أطلق الإنسان غالبا في كتاب الله تبارك وتعالى فيراد به الذم. قوله: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، فيها قراءتان في القرآن كله: أيحسب، أيحسب، حسب، حسب، هذه في القرآن كله. قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي ليس الأمر كذلك. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى سنجمع عظامه، بل نزيدكم قادرون على أن نسوي بنانه. والبنان قيل الإصبع وقيل الجزء من الإصبع، هي الأنملة، حتى هذا نعيده، يقول الله تبارك وتعالى ليس فقط الإنسان كله، بل حتى يعني الأجزاء اليسيرة اللي في الإنسان نعيدها كما كانت، وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أيضا الإنسان هنا للذم، يريد ليفجر أمامه، يعني يريد أن يستمر بالمعصية إلى أن يموت أمامه، يعني في مستقبله، يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي في مستقبل أيامه ولا حساب، يعيش كالبهيمة، يفعل ما يريد ثم يموت وانتهى الأمر. لا لا، أنت مكلف، البهيمة غير مكلفة، أنت مكلف، أنت مأمور منهي،
أنت خلقك الله لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت تختلف عن البهيمة، الإنسان يختلف، فيظن هل يظن يريد الإنسان ليفجر أمامه فقط يفكر في لهوه ولعبه وفساده وكفره وطيشه؟ لا، ليس الأمر كذلك. الله ما خلق الإنسان لأجل هذا الأمر سبحانه وتعالى. قال يسأل أيان يوم القيامة، سؤال استبعاد، يقول ما في يوم قيامة أصلا، أيان يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا كثير مرة في كتاب الله تبارك وتعالى أنه يسأل عن يوم القيامة متى يكون هذا اليوم، على سبيل الاستبعاد والسخرية والتكذيب. ولذلك هذا سؤال استبعاد، لا يمكن، ما في يوم قيامة والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى فإذا برق البصر، انتظر حتى يأتي هذا اليوم. فإذا برق البصر أي شخص فزعا، شخص البصر فزعا لما يرى من الأهوال، سيقول سيأتي. وهذا اليوم يوم القيامة هو الطامة، هو الصاخة، هو الحاقة، هو القارعة، يوم عظيم. يقول فإذا برق البصر، وبرقه البصر لخوفه وفزعه كما قال سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن هذا اليوم تشخص فيه الأبصار، أي تنظر فزعة خائفة لما ترى من الأهوال ولما سيأتيها من العذاب والنكال من الله تبارك وتعالى. وإذا برق، وإذا برق قراءتان، إذا برق البصر وإذا برق البصر. قال وخسف القمر، خسف، خسف معروف وهو ذهاب نوره كله أو بعضه، إذا ذهب كل نوره أو ذهب بعض نوره، ولكن في يوم القيامة يذهب كل نوره، يخسف القمر وتخسف الشمس في ذلك اليوم العظيم، لا شمس ولا قمر. يقول الله تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر، هما لا يجتمعان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار، ما يحصل هذا ذاك اليوم، فسيحصل، سيجمع الله الشمس والقمر سبحانه وتعالى. قال وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ، أي في ذلك يوم، أين المفر؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا في ذلك اليوم، ليس الذي يفسره الآن الناس لا تنفذون إلا بالعلم وبالعلم نخترق السماوات، كلام فاضي، وإنما يتكلم عن يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي في يوم القيامة، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كيف ننفذ، كيف نفر من هذا العذاب. وهنا أيضا الإنسان المقصود به المكذب بالبعث، عندما يرى رأي العين ما كان ينكره أيان يوم القيامة، رآه الآن رأي العين فيبحث عن المفر، أين المفر؟ وهذا التمني يسمى تمني، يتمنى أن يكون له مجال ليفر من عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى كلا، لا ليس الأمر كذلك، لا وزر، لا ملجأ تلتجئ إليه. والوزر في لغة العرب هو الجبل الذي يلتجئ إليه الناس ويختبئون خلفه. قل لا وزر، ما في جبل، ما في ملجأ تلتجئ إليه، كل شيء مكشوف، كل شيء واضح، ما في هرب، ما في مفر، ستلقى جزاءك الذي تستحقه. يقول الله تبارك وتعالى إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك أي لا إلى غيره، ولم يقل المستقر إلى ربك، وإنما قدم الجار المجرور للتخصيص،
والقصر أنه لا ملجأ إلا إلى الله، وذلك نقول لا ملجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى، إلى ربك وحده لا غيره سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المستقر. والخطاب يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربك يا محمد، أو إلى ربك لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب من عموم البشر، كلنا يقال لنا إلى ربك يومئذ المستقر، كما قال الله تبارك وتعالى إن إلى ربك الرجعة وأن إلى ربك المنتهى. فإلى ربك يومئذ المستقر، المستقر كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هنا الإنسان تشمل الصالح والطالح، تشمل الجميع. ينبأ الإنسان يومئذ أي في ذلك اليوم بما قدم وأخر، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، حتى يقول كافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجدوا ما عملوا حاضرة. ما فيه إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، على نفسه، إنه سيأتي يوم القيامة يقول عندما تشهد عليه الشهود من الملائكة قال لا أقبل شاهدا علي سوى نفسي، فيختم الله على لسانه وينطق جلده ورجله ويده وعينه وأذنه وكل شيء فيه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول الله تبارك بل الإنسان نفسه بصيرة، هو يعرف نفسه، ولذلك يصلح هنا إذا جاءك إنسان قال أنا ما أقدر أنا ما عندي، تقول له بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بينك وبين ربك، هذه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، بل الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيره، ولو جادل عنها بما يجادل في النهاية هو على نفسه بصيرة، هو أدرى بحقيقة نفسه لا بما يدعيه، قد يكون يدعي شيئا صح حقيقة وما يدعي شيئا باطلا، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى والله المستعان. سؤال، قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي قادرين على أن نجمع عظامه، صح أو خطأ؟ أجيبوا، مو عندي أجهزتكم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. نعم، قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة، لأن جبريل يأتيه يقول ابن عباس فيوحي إليه يخبره بما أمر الله تبارك أو بما أنزل الله من القرآن، فجبريل يقرأ القرآن والنبي يقرأ معه، يخشى أن يفوته شيء أو لا يحفظه، فأمره الله ألا يتعجل وأن يسكت حتى ينتهي جبريل من إلقاء ما عنده ثم يثبته الله في قلبه. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك وتقرأه،
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. يقول ابن عباس: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل. وهذا الحديث متفق عليه. إذن قول الله تبارك وتعالى في هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك أي يا محمد به لسانك، أي الوحي الذي يأتيك به جبريل، لتعجل به خشية أن يفوت. إن علينا جمعه وقرآنه لك في صدرك، لن يفوت عليك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي استمع، إذا قرأه عليك جبريل. ثم إن علينا بيانه أي نثبته في قلبك ثم تظهره للناس. وفيه قراءتان في قوله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، وقرآنه وقرآنه، وكذلك فاتبع قرآنه، كذلك فاتبع قرآنه واتبع قرآنه، يعني بهمزة وصل وليست همزة القطع اللي هي المد. نعم. قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا زجر للمكذبين للكفار، وقال لهم: يا أيها الكفار أنتم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، متعلقون بالدنيا مهملون للآخرة. وفيها قراءة ثانية: كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، الغائب، مرة المخاطب مرة الغائب، يعني تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أو يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ثم قال: وجوه يومئذ ناضرة. وصفهم بالنضارة أي بالبهاء والبشر والسرور والنور والإشراق، وذلك في يوم القيامة، وهي وجوه المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناضرة، قال: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى دون حجاب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر، فافعلوا. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله وجوه يومئذ ناظرة أي من النظارة، إلى ربها ناظرة أي ترى الله تبارك وتعالى وتنعم برؤيته، وهذه أعظم نعمة يحصلها المؤمن في الجنة. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: حسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذا المسلم دائما يسأل الله تبارك وتعالى: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالقصد أن هذه هبة من الله، بل هي أعظم هبة يعطيها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في ذلك اليوم العظيم. عكسهم تماما وهم الكفار، قالوا: وجوه يومئذ باسرة. وجوه يومئذ باسرة أي كالحة سوداء، تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن هنا بمعنى تتيقن، لأنها شافت، أخذت كتابها بالشمال، رأت ما في كتابها من الضلال، وأيقنت الهلاك، فصارت الوجوه كالحة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، أي تيقنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. هذه هي الوجوه الباسرة، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن حالهم. نعم. السؤال: وجوه يومئذ ناضرة أي تنظر إلى ربها في الجنة، صح أو خطأ؟ انتبهوا، ترى السؤال هذا ملغوم، قال ناضرة مناظرة بالضاد وليس بالضاء. يلا سر. كلا إذا بلغت التراقي
وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى سبحانه. قول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، ما هي التي تبلغ التراقي؟ إنها الروح، مع أن الروح لم تذكر، ما جاب طير الروح، لكن مفهومة، مفهومة، لأنه قال وقيل من راق إلى ربك يومئذ المساق، فهي الروح إذن، كما قال الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أيضا لم تذكر لفظ الروح، لم يذكر، لكن هي الروح، وهنا كذلك هي الروح وإن لم تذكر لك مفهومة. يقول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، وهذه الآية فيها زجر وتنبيه للإعراض عن هذه الدنيا، لأن مشكلة الروح أن في بلوغها التراقي ما في استئذان، ما في خبر متى ستبلغ التراقي، فجأة، والموت يأتي فجأة، والصندوق والقبر صندوق العمل فجأة، ما فيه. وذاك الإنسان لا يدرك أن يتراجع، يقول لا أصبر شوي بعدين كذا، لا، رب ارجعوا، لا، ما فيه. فقول الله تبارك كلا إذا بلغت التراقي، كما قلنا الروح أقبلت على الآخرة ونسيت أمر الدنيا، والتراقي هي آخر عظام الصدر، هذه هي التراقي، خلاص، يعني هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بلغت الغرغرة، يعني بلغت الغرغرة. ولذلك فرعون آمن في هذا الوقت لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يقبل منه لأن الروح بلغت التراقي، خلاص تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وكما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تقبل توبته إذا حضره الموت، لا تقبل توبته، وهو وصول الروح إلى التراقي، بلغت التراقي خلاص انتهى الأمر، لا يدرك الإنسان أن يفعل شيئا، ولا تقبل توبته في مثل هذا الوقت. وقيل من راق، يعني إذا وصلت الروح إلى التراقي بدأ، احنا نقول فاقق، يعني خلاص، يعني بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، من راق، من يرقيه، من يساعد؟ وقيل القائلون هنا أهله، أحبابه، الذين حوله، هل هناك راق؟ هل هناك من يقرأ عليه؟ هل هناك من يرقيه؟ هل هناك من ينجيه؟ هل هناك من يمسك الروح ألا تخرج؟ من راق؟ ما في، ما في. وقيل من راق، وفيها قراءتان، وقيل من راق، تسكت عند من ثم تقول راق، وقيل بدون سكت، وقيل من راق، يعني تقرأها كاملة، يجوز هذا ويجوز هذا، فيها الوجهان، وقيل من راق، من الذي يرقيه، من الذي يمنعه، من الذي يساعده في مثل هذا الوقت، والله المستعان. قال وظن أنه الفراق، هنا ظن بمعنى أيقن، أيقن أنه الفراق. ذاك تشوف عينه الميت فتحة يتبع الروح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر،
يتبعها لكن ما يقدر يسوي شيء. يشوف الروح وهي تخرج، اللي حوله ما يشوفون، الله يجعله هو يشوف، هو يراها وهي تخرج. يقول إذا خرجت الروح تبعها البصر، يتبعها البصر كأنه يريد أن يمسك بها لكن لا يستطيع ذلك. وظن أنه الفراق، فراق الأهل، فراق المال، فراق الجاه، فراق الأولاد، فراق الدنيا، أيقنة أن هذا هو وقت الفراق، انتهى الأمر. يقول الله تبارك وتعالى والتفت الساق بالساق. هنا قال أهل تحتمل ثلاث معاني، ثلاثة معاني. المعنى الأول التفت الساق بالساق، يعني الأمر العظيم بالأمر العظيم، ما يقول قامت الحرب على ساق، يعني اشتد الأمر، اشتد الأمر، وفاة خلاص انتهت الدنيا. والتفت الساق بالساق، جاء أمر عظيم مع أمر عظيم، تعاظمت الأمور حتى فارق الدنيا. والمعنى الثاني والتفت الساق بالساق، إن الميت لا بغي ينضم بعض لبعض، ينضم بعض يحط لي يعني كلش يعني يضعف، أتكلم عن يمرض ثم يموت. وقالوا التفت الساق بالساق، إذا كفنوه وضموه لبعض كما يلف الطفل الرضيع في مهاده، كذلك يلف الميت هكذا، تلصق ساقه بساقه ويلف في كفنه. فكل هذه يدخل فيها والتفت الساق بالساق، إما اشتد الأمر وإما ضم ساقه على ساقه كأنه يفكر في الأمر ماذا يحدث الآن، وإما إنه لف في كفنه حتى التصقت الساق بالساق. ثم جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بقوله إلى ربك يومئذ المساق، وهذا الخطاب لعموم الناس، كلنا مساقنا إلى الله تبارك وتعالى. إلى ربك يومئذ المساق، أي الذهاب خلاص إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. قال الآن فلا صدق ولا صلى، الآن الكافر هذا لا صدق بالرسل واتبعهم ولكن كذبهم وصد عنهم، ولا صلى ولكن كذب، أي كذب الرسل في دعواهم أنهم أنبياء، في دعواهم في دعوتهم لعبادة الله وحده كذب، وتولى، تولى عن طاعة الله، تولى عن اتباع الرسل، صد عنهم. قال ثم ذهب إلى أهله يتمطى، الآن يذكر حاله في الدنيا كيف كان، كيف كان في هذه الدنيا، كذب وتولى، لا صدق لا صلى، زيادة إيش؟ قال ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر، يفتخر، يتكبر، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يسخرون، فيهم كبر وعناد وشوفة نفس وغير ذلك من الأمور. الله تبارك وتعالى يقول هذا هو حاله، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال أولى لك فأولى، هذه فيها تهديد ووعيد، يقول أهل ثم أولى لك فأولى، تأكيد، مثل قول الله تبارك كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد، وهذه فيها تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام ليس موجها للموتى، هذا الكلام موجه للأحياء، يقال لهم سيكون حالكم كذلك إذا استمريتم على ما أنتم عليه من التكذيب والتولي والصد وترك الصلاة وترك الاتباع والسخرية والاستهزاء والكبر، ترى هذا كله سيكون منكم، فارجعوا إلى الحق. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن
الإنسان أن يترك هملا هكذا لن يحاسب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا؟ لا، ليس الأمر كذلك، لن يترك سدى. الله خلقه لغاية وكلفه وأخذ عليه العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبهوا انتبهوا، يحذر الله تبارك وتعالى الناس من ذلك جل في علاه. ثم قال يذكره: ألم يك نطفة من مني يمنى؟ يعني يذكره بحقيقته، على ماذا تتكبر؟ يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أنت مخلوق من نطفة، من ماء مهين، تتكبر على ماذا؟ تتمطى على ماذا؟ يقول الله تبارك: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ استفهام للتقرير، يقرره: أنت كنت كذلك. والنطفة هي الماء المهين، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. نطفة. ولذلك يقول يعني بعض أهل العلم عن الإنسان المتكبر، يقول: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفي جسمك الآن تحمل العذرة. تتكبر على ماذا؟ تؤذيك بقة، تقتلك شرقة. تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول مرتين، من أبيك ثم من أمك. تتكبر على ماذا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وفي قراءة: ألم يكن نطفة من مني تمنى؟ هذا هو أصل الإنسان. فيجب على الإنسان العاقل أن لا يتكبر، وأن يعرف قدره، أن يعرف قدره من يكون. ثم قال سبحانه: ثم كان علقة فخلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهكذا في ترتيب الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هكذا أنت، هكذا أنت. فالله تبارك يخبرنا بحقيقة حياتنا، بحقيقة أمورنا، بحقيقة ما نحن فيه. يقول: ثم كان علقة فخلق، أي الله، فسوى، سواك رجلا، سواك آدميا. سبحانه، هكذا يشكر الإله؟ بالكفر، بالتولي، بالإعراض، بترك الصلاة، بالتمطي، بالتخايل، أهكذا يشكر الإله؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الله تبارك وتعالى: فجعل منه الزوجين، لما خلقه الذكر والأنثى جعل منه زوجين ذكرا وأنثى. هكذا فعل ربنا تبارك وتعالى. ثم قال: أليس، وهذا استفهام تقريري، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس هو بقادر على أن يحيي الموتى؟ والجواب دائما: بلى، بلى قادر. واستحب كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا قرأ هذه السورة ووصل إلى هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت، أن يقول بلى. لكن عاد يقولها بصوت منخفض، يسمع نفسه فقط، يقول: بلى قادر.
على أن يحيي الموتى. ويدل ورد فيه حديث لكنه ضعيف، لكن يشهد له حديث حذيفة في صحيح مسلم، يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة فتجاوزها، فقلت يتمها ويركع، ثم قرأها وقرأ النساء وقرأ آل عمران، يقول: فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا هو تدبر القرآن، هذا هو تدبر القرآن. فإذا قرأت مثل هذه الآية أو قرأت قول الله تبارك: أليس الله بأحكم الحاكم، قل بلى دائما، بلى هو كذلك سبحانه. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق سبحانه وتعالى. وهكذا: أليس الله بأحكم الحاكم؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وهكذا حتى تعيش مع القرآن وتدرك ما يرمي إليه كلام الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم. السؤال: الغرض من قوله تعالى أولى لك فأولى هو الاستفهام، التعجب، التهديد، اختر واحدة من الثلاث. والله أعلم. السائل يقول: إذا كنت أخشع مع القراءة السريعة للقرآن، هل فعلي هذا خطأ أم صح؟ طبعا الخشوع في القرآن والتدبر هو المطلوب، هذا هو المطلوب، فإذا كنت كذلك لا بأس إن شاء الله تعالى، المهم أن تحصل الخشوع والتدبر. في أحد المجمعات في محل الأطفال تم وضع شجرة الصدف، أو الهدف منه أن يكتب الطفل أمنيته على ورقة ويعلقها على الشجرة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، وأظن منع هذا الأمر، يعني قالوا هذا ومنع. اللي يعرف ما زال هذا الأمر موجودا يخبرنا عنه في أي مكان إن شاء الله تعالى. هل يوجد فرق بالأجر عندما أتصدق وأنا مرتاح الحال وليس عندي مشاكل، وبين أن أتصدق وعندي مشاكل؟ طبعا الذي يتصدق لأن عنده مشاكل هذا يعني صاحب حاجة، إذا راحت المشاكل ما يتصدق، وإذا جت المشاكل راح تصدق، فهو يتصدق لأجل مشاكله وليس تقربا لله تبارك وتعالى. فالأصل أن الإنسان يتصدق في كل حال، في كل حال تصدق ولو بالقليل، تصدق بالقليل. أشعر أحيانا بضيق في الصدر، هل هذا يعني أن هناك مشكلة سوف تكون؟ لا، ما في شيء سوف يكون، هذا لا، ما في إشارات لما سيكون، العلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن انظر ما سبب هذه المشاكل وعالجها إن شاء الله تعالى. هل يجوز صوم 3 أيام عن كفارة اليمين مع أني أستطيع الإطعام؟ لا، ما يصح، وتبقى الكفارة في ذمتك. الله تبارك وتعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالذي يصومه يستطيع الإطعام أو العتق صومه صحيح، لكن يعتبر نافلة صوم وليس كفارة، يعتبر صوم نافلة وليس كفارة، وتبقى الكفارة في ذمته، ما تسقط الكفارة عن ذمته. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال تزوج زوجها من ثانية؟ لا، ليس لها ذلك إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد، أنها اشترطت عليه، قالت أن لا تتزوج علي ووافق على هذا الشرط، فلها الحق في ذلك والله أعلم. هل يجوز الحلف بقول والنبي أو حياة الله؟ حياة الله يجوز، صفة من صفات الله، هو الحي سبحانه وتعالى، كما تقسم بوجه الله أو بسمع الله أو كذا يصح، أما بالنبي لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، نبي وغير نبي، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ما المراد بالوسط في الدين؟ الوسط هو بين الشيئين، وسط. الوسط هو الاعتدال والفضل والأفضلية
الوسط بفتح السين، والوسط بإسكان السين هو ما بين الشيئين، وسط لا فوق ولا تحت، بالنص، هذا وسط. أما وسط فهو أفضل، يعني أفضل الشيء أوسطه يقولون. ومنها قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى أي الفضلة، صلاة الفضلة. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فضلة. ولما سئل أبو سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا. وكذلك يقول العرب عن القلادة، يقول هي واسطة العقد، يعني أحسن ما في العقد القلادة اللي تكون بالنص، هذه واسطة العقد. فالوسط غير الوسط، الوسط هو الاعتدال والصحة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي نوح يوم القيامة فيسأله الله تبارك وتعالى، يقول له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب بلغت. فيقول له: من يش؟ فيسأل قوم نوح: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من نذير، لا ما بلغنا. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ قومك يقول ما بلغت، والله يعلم سبحانه أنهم كاذبون، لكن يريد أن يرفع الله جل وعلا من شأن هذه الأمة. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته يشهدون لي. ثم قرأ النبي قال: فتقومون فتشهدون. يقول: فتقومون فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تشهد؟ ها؟ ايش درك؟ شلون تشهد على شيء ما شفته؟ ها؟ ها؟ لا لا توهق، قول قول شو اللي ببالك؟ على أساس تشهد؟ لأنه موجود في القرآن، صح ولا لا؟ تشهد أن الله قال ذلك، والله صادق، صح؟ الحين تشهد لو تشهد؟ زين شو؟ أنا لماذا ضاع علم الليث بن سعد؟ الليث بن سعد لما سافر إلى الليث بن سعد لم يكن له تلاميذ كمالك، وإلا بعضهم يقول هو أعلم من مالك ابن أنس، وكان في زمن الإمام مالك ابن أنس، فلكن مالك كان له تلاميذ نشروا علمه، وليس الأمر خاصا بالليث بن سعد، وإنما الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري والزهري وغيرهم كثير من العلماء الكبار، وأبي ثور وغيرهم، هؤلاء العلماء الكبار لم يكن لهم تلاميذ اهتموا بنشر علم كما حصل للأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، فقط هذا الذي حصل. لكن لا يعني أن هؤلاء هم أعلم من في الأرض في زمنهم، لا، هناك من هو مثلهم، لعل هناك من هو أعلم منهم رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. هل ما يقوله الإنسان بعد الآيات من الرد والاستعاذة كليس الله بذلك، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ نرد ونقول: بلى سبحانك اللهم. هل هذا في الفريضة أم النافلة فقط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن الإنسان يعني عندما يتكلم أو عندما يقف عند الآيات، إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب أو آية فيها تسبيح أو كذا، هل هذا خاص بالنوافل أو بالنوافل فريضة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالنوافل، لأن حذيفة بن اليمان ذكر ذلك في صلاة نافلة قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم ينقل غير حذيفة، يعني من الصحابة اللي كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، ما نقل عن أحد منهم أنه قال النبي مر بآية كذا فوقف وقال كذا وقال كذا. فذكر كثير من أهل العلم، وهذا عليه الأكثر، أن هذا خاص بالنافلة ولا يدخل في ذلك الفريضة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا في الفريضة والنافلة، والأصل أن كل ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا ما دل عليه الدليل، وهذا الذي تميل إليه النفس، أن هذا عام في النافلة والفريضة، والعلم عند الله جل وعلا. هذا السؤال يقول: هل يجوز التسبيح والتعوذ إذا قرأت آيات فيها ذلك داخل الصلاة؟ نفس السؤال، هذا جاوبنا عليه.
في وقت؟ يقول ما هو القول الراجح في ترتيب أهوال وأحداث يوم القيامة؟ الله أعلم، يعني هو الترتيب لم يأتي فيه دليل. نعم جاء دليل في بعض الأحداث أنها بعد بعض، يعني مثلا القنطرة يقينا بعد الصراط، دخول الجنة يقينا بعد القنطرة، يعني في أشياء مذكورة، يعني الأخذ الكتاب اليمين والشمال قبل الصراط، يعني في أشياء مذكور فعلا، يعني محدد متى تكون في يوم القيامة وترتيبها. وفي أشياء غير مثل علامات الساعة الكبرى، هناك علامات ساعة كبرى معروف ترتيبها، مثل يعني يأجوج ومأجوج والدجال يقينا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى ويأجوج ومأجوج والدجال يقينا قبل الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، أو النار التي تخرج من عدن، أو طلوع الشمس من مغربها. يعني في آيات معروف ترتيبها وفي آيات غير معروف ترتيبها، ما تكون يعني أيها تكون قبل الأخرى. فالمسألة فيها يعني أخذ ورد للعلماء، لكن في النهاية ما في دليل صريح على ترتيبها ولا يترتب على ذلك شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.